المستمعين والمستمعات الكرام، بالفعل فان الجيش كتنتظروا مباراة ديربي ولكن على مستوى كأس العرش مع الجار ديالو اتحاد توارقة. يعني الجيش غيحاول انه اكيد يحقق نتيجة ايجابية باش انه على الاقل يرجع شوية ديال الثقة، لان كنعرفوا البداية على مستوى البطولة فهي كانت يعني كانت متواضعة، حتى يعني المستوى اللي كان ظهر به الفريق امام سريع وزنو فهي زادت بزاف ديال القلق. تقريبا دار واحد المباراة يعني في هذا اللي خلات يعني من النتائج ديالها كانت الإقالة كان مستجد يعني مهم بالنسبة للجيش، هو يعني في كل الارتباط مع المدرب عبد الرحيم طالب اللي كنا سمعنا مجموعة من الأخبار كانت كتداول بأن يعني طالب كان كما تيقولوا ضيع ديال الصفيح ساخن، وبالتالي تم فك الارتباط بعد اجتماع يعني اجتماع ما بين المسؤولين وطالب، وكان من خلاله تم يعني العرض ديال مجموعة من الأمور، وبالتالي حتى طالب يعني تقبل ان هذا المقتضى صدر رحب، لان علاش الا كان الموسم الماضي يونس الموسم ديال التكوين ديال الفريق، فهذا الموسم كان خص يعني الجيش يرجع للواجهه، وبالتالي ف يعني المسؤولين شافوا ما كانش تطور كثير، يعني رغم العمل اللي كان دار عبد الرحيم طاوي كما كذا تطور كثير يعني مقارنه بالموسم الماضي، لا على مستوى النتائج لا ايضا حتى على مستوى يعني الاداء التقني ديال المجموعه، وبالتالي ف لاحظوا بان الفريق هو غادي يدير داك نفس داك السيناريو ديال الموسم الماضي، رغم ان في الموسم الماضي فهو دار نتائج ايجابيه، يعني الفريق الشمال فهو كان حقق انتصارات ثلاثه ديال الانتصارات، وقبل اللي في اخر دور كان خسر مع الرجاء، ولكن كان المستوى مطمئن، ولكن بدايه فكما تقول رجعت الفريق النقطه ديال الصفر، وكان الارتباط ديال او فكره الارتباط مع عبد الرحيم طالب اللي قضى موسم واحد وبعض الدورات من البطوله ديال هذا الموسم هذا. اذا كما عرفنا فاللي غيقود الفريق هو محسن بوهلان الى جانب عادل السراج، كيبقى الان السؤال ايوا شكون المدرب اللي غادي يقود يعني السفينه ديال فريق الجيش الملكي هذا الموسم هذا. يعني كانت مجموعه من الاسماء اللي تم يعني الحديث عليها، منها يعني غاريدو، منها ايضا غاموندي، منها ايضا خليل ابو درع، يعني حسب الاخبار اللي عندنا فالجيش فهو غادي يتعاقد مع مدرب اجنبي ماشي مغربي، وغتكون فيه مجموعه من المواصفات يعني حتى مثلا اللي نتاكدوا منها، حتى غاموندي فهو ما كاينش يعني لحد اليوم فهو ما كاينش يعني كي تيقول في الاجندا ديال المكتب المسير ديال فريق الجيش الملكي. لي كريتير اللي تحدثنا معاهم يعني مع المسؤولين اللي عطاونا المطار ديالنا، لي كريتير هما ان يكون اجنبي كيتحدث مزيان باللغه الفرنسيه، فايت الداء القابل كلش من دوك المدربين اللي كما تيقولوا كيغيروا الفرق بشكل كبير. هذه تقريبا من اهم يعني الكريتير اللي طالبين يعني المسؤولين او المدرب الاجنبي اللي قريب هو يتعاقد مع فريق الجيش الملكي، ربما يكون الاعلان ديالو في نهايه الاسبوع او بدايه الاسبوع المقبل. على اي فالان الفريق الشباب كيركز على المباراه ديال الكاس، غيحاول انه يحقق فيها نتيجه ايجابيه، لان يعني على الورق فالجيش يعني مرشح باش انه يمر فريق اتحاد توارق، ولكن كنعرفوا يونس يعني المفاجآت ديال كأس الحرش والمباريات ديال الديربي الفريقين كيلعبوا كيعرفوا بعضياتهم، هذه كلها معطيات تخلينا نشوفوا مباراة صعيبة على فريق الشمالك، ولو أن الضغط غيكون أكثر على الفريق العسكري، لأنه أول شيء كيلعب في قسم المواطنين الأول، ثاني شيء التاريخ ديالو، ثالث شيء أنه كيلعب على الملعب ديالو، بالتالي ما يكونش من وحتى أن حتى ديك الرغبة والحاجة ديالو باش يحقق نتيجة ديال التأهل، فهي كيبحث على أن لا قدر الله وتخسر فاكيد غتكون يعني التداعيات ديالها غتكون اكثر سلبيه، وديجا يعني على مستوى البطوله فهو ما مستقرش، وبالتالي فغيحاول انه على الاقل يرجع ديك كي تيقولوا ديك الثقه على مستوى المنافسه ديال كاس العرش. بوهلال والسراج ابناء الفريق فهما غادي يحاولوا يدبروا الامور ديال الجيش الملكي، ما غتكونش هي تنظن شي تغييرات على مستوى التشكيل، خاصة أن ما يكونش هناك تغييرات كثيرة أو غيابات كثيرة، لأن تبقى فقط الغياب الوحيد هو ديال أنور طرخات اللي كنعرفوا بأنه كان صاف في بداية ديال أو في استعداد ديال الموسم الجديد في مباراة ودية أمام بركان، ودار دار الجبيرة على الكاحل ديالو ومازال ما جاش الشيء، وبالتالي فغيره فجميع اللاعبين فهما
غادي يكونوا يعني حاضرين في هذه المباراه. هذه تكون اختيارات، ولكن ما تنظنش انها تكون هنا تغييرات في تشكيل حراسه المرمى. ايوب بكر اللي تم المناداه عليه حتى في الدفاع كيكون دائما مفيد في اليمن وجاري في اليسار. ايضا في الوسط ديال الدفاع تيكون بورغيس وشباني، في الوسط بونغالا وحريمات اللي خدا يعني الرسميه ديالو. ربما نشوفوا زكريا فاتي امامه في الاتاك، نقدروا نشوفوا وريدة سليم وكنادو، وكذلك اللاعب الجوداري او محمد فكري. هذا هو التشكيل اللي ممكن انه الفريق الشمالكي يلعب به امام فريق اتحاد التوارقه. اليوم داروا اللاعبين حصه تدريبيه، غتكون غدا غتكون اخر حصه تدريبيه على اساس انهم باش يدخلوا مرحله ديال التركيز قبل يعني المباراه امام اتحاد التوارقه، اللي كما قلنا يوسف غيحاول فريق الجيش الملكي باش انه يحقق فيها التاهل. في انتظار يعني نشوفوا شكون يعني المدرب اللي غادي يدرب فريق الجيش الملكي خلفا لعبد الرحيم طالب، اللي كان تلقى الشكر من الاداره ديال الفريق على شيء ان العمل اللي قام به، وخاصة يعني على مستوى انه كي تيقولوا بين بعض اللاعبين اللي منهم الحارس الكرد مفيد، رضا سليم، عمر الجراري، ايمن الشباني، هذه كلهم عناصر فهم يونس فهم بانوا مع فريق مع عبد الرحيم طالب. اذا الحد غيكون يعني كي تيقولوا النسخة جديدة مع محسن بولان وعادل السراج مواجهة مع فريق اتحاد تورقع. وذلك شكرا عبد اللطيف بجو. مقابلة مهمة للجيش الملكي، كيفاش غيبدا سنة 2021 في المنافسات ديال كأس العرش، المنافسة اللي كيتسيدها الجيش الملكي ب 11 لقب. آخر مقابلة كانت جمعت الفريقين كانت مواجهة إعدادية تحضيرية لهذا الموسم، كانت سالت بواحد واحد ما بين الفريقين. نذكروا بأنه أيضا في كأس العرش السابق لهم متواجهوا، كانت آخرها موسم ديال 2006 دور سدس عشر النهائي، وكان انتصار ديال الجيش الملكي بواحد الزيرو في دقيقة 54 مولاي علي الجعفري. وأيضا حتى في البطولة سبقوا تواجهوا، كان انتصار ديال الجيش الملكي بجوج زيرو، جواد وادوش ومنير بن قصو. نسمعوا لمحسن بوهلال لاعب سابق الدولي السابق اللي كيشرف على الفريق حاليا إلى جانب عادل السراج في الصف تكنيك ديال لايسفار، كيتكلم على الماتش المقبل اللي غيكون لحد 7 ونص ضد فريق اتحاد تركي. مقابلة الكأس ماشي بحال مقابلة ديال البطولة، مقابلة ديال ماتش واحد اللي تقدر تأهل فيه ولا تقصى. بالفعل كنا كندوزو بواحد المرحلة صعبة شي شوية، ولكن حاولنا نجمعو، درنا اليد في اليد وهضرنا وحاولنا نلعبو على الشق الذهني. من خلال التدريب هادو اللي بدينا من الأول السمانة بانوا لي بأن الدراري موتيفين وباغين يحيدوا هاد العقبة هادي ونبداو في صفحة جديدة. كنظن غادي نبدا إن شاء الله بهاد المقابلة ديال الكأس باش الوقت اللي غتوقف البطولة نقدروا نوجدوا بأريحية شي أحسن من هاد البداية إن شاء الله، وكنظن الدراري عازمين وهذه غتكون البداية إن شاء الله.